أعزائي المشاهدين، أهلا بكم معنا في أولى أيام الشهر المبارك الكريم، شهر رمضان. يعود عليكم بالخير واليمن والبركات، ويا رب كلنا نفوز بعطايا هذا الشهر الكريم. برحب بحضراتكم وبرحب بزميلتي العزيزة دعاء عبد المجيد. كل سنة وانت طيبة دعاء. كل سنة وانت طيبة يا منى، ورمضان كريم علينا. الله أكرم. الله أكرم على كل المشاهدين يا رب. وبنبدأ معاكم، ده يعني سعادة لينا ان احنا بنبدأ معاكم أول يوم رمضان. وشهر رمضان الكريم خفيف جدا، يعني أول ما بنبدأ أول يوم بنلاقيه جري على طول، وبنلاقي 30 يوم عدوا. والله بعوضة يا رمضان، ونقول والله بعوضة يا رمضان. بالظبط كده. فنحاول إن شاء الله إن إحنا نستفيد بكل يوم في الشهر الكريم. إحنا النهاردة معانا فقرات متنوعة، هنقول لكم المواضيع الرئيسية فيها، لكن خلينا نبدأ يا منى بمجموعة التهاني اللي عندنا. بالظبط. حسين زين يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. يتقدم الأستاذ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بخالص التهاني القلبية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، داعين الله عز وجل أن تحقق مصرنا الغالية تحت قيادته الرشيدة كل ما تصبو إليه من تقدم وازدهار، وأن تتمكن مصرنا بقيادتها الحكيمة من تخطي كل الصعاب لتحقيق مستقبل أفضل ومزدهر ينعم فيه الشعب المصري بالأمن والأمان. كما نسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على الشعب المصري والأمة الإسلامية بالخير والبركات. وبكده نهاية التهنئة اللي عندنا، ونبدأ على طول أنا ومنى نقول لكم مواضيع فقراتنا النهاردة. وأول لقاء يبقى عندك يا منى. عندنا ازاي تنظمي وقتك في رمضان، ازاي تخصصي الوقت للموضوع الاساسي اللي هو مفروض العباده، اللي احنا يبقى فيه وقت لان احنا العباده ونفوز بعطايا وهدايا الشهر الكريم، ويبقى فيه وقت للمطبخ ما تبلغوش فيه لان خلاص ما عادش فيه وقت للمبالغات، وازاي نعرف نقضي وقت مع عيلتنا، نبقى فيه صله رحم. كل ده نقدر نعمله بتنظيم للوقت والساعه البيولوجيه بتاعتنا، لان النوم بيختلف وعدد الساعات النوم بتقل. لكن نتمنى ان شاء الله ان هو يبقى شهر كريم علينا جميعا باذن الله. يا رب ان شاء الله. ومشكلتنا مع شهر رمضان ان احنا عايزين نعمل كل حاجه. بالظبط كده. يعني عايزين الفروض بتاعتنا، وعايزين نتقرب لربنا، وعايزين اللمه، وعايزين ناكل. والاكل ده شيء اساسي في شهر رمضان. احنا بنربط الاكل بكل شهر، الا بقى شهر رمضان كمان الاكل، ومش اي اكل، الاكل الدسم والسكريات. فانا فقرتي بتكلم فيها عن البرنامج الصحي، او ازاي نتغذى بطريقه ما فيهاش حرمان، ما نحرمش نفسنا من حاجه معينه بنحبها، وفي نفس الوقت نحاول نحافظ على صحتنا على وزننا. وكمان معايا الدكتوره بتؤكد لي ان احنا ممكن نستغل شهر رمضان الكريم، لان الخسيه فيه وانقاص الوزن فيه بيبقى صح قوي، وصحتنا فيه سواء اللي عنده سكر، عنده كوليسترول، عنده اي مرض من الامراض دي، سهل قوي ان يظبط نفسه ببرنامج بس صحي. هنقوله ان شاء الله من خلال لقاءنا، هنقول نصايح كتير وعادات سيئة كتير نعمل احنا نحاول جهدنا نبعد عنها. عجبتني ربطتك للمقدمة المعادلة الصعبة. لا انا عجبني قوي الربطة. احنا عندنا فقرة ان احنا فرحتنا برمضان وفرحتنا بالشهر الكريم ازاي نترجمه بان احنا بيبقى فيه ترابط اسري اكتر، تقرب من ولادنا، من اهالينا اللي احنا مجرد بنبعت لهم تكست مسج، يعني رسالة نصية كده، لكن ما بنكلمهمش ما بنودهمش. نرجع تاني ونودهم في خلال هذا الشهر الكريم، لان هنفوز بجوائز كتيرة قوي هي جوائز صلة الرحم. الله الله على الكلام الجميل من القلب، ربنا يخليك حبيبي. فقرتي أنا التانية بتكلم فيه عن المرأة المصرية المتميزة الطموحة صاحبة الإرادة صاحبة المشاريع الصغيرة، ودي فقرة متميزة عندنا قوي، واللي بتحقق طموحها وبتحقق حلمها، بتشتغل على نفسها حتى لو كان بعيد تماما عن مجال دراستها. اللي معانا الضيفة اللي معانا النهاردة هي متميزة في الرسم على الفخار وشغل الفخار عموما، وهي عاملة كمان منتجات مخصوص علشان شهر رمضان، ورسم مخصوص على الفخار بمناسبة شهر رمضان الكريم. بكده احنا اديناكم فكرة عن فقراتنا كلها انا ومنى. بعد الفاصل بتلتقوا مع منى الوكيل واولى فقراتها. ازاي نعرف ننظم وقتنا
في الشهر الكريم ونستفيد بعطاياه وجوائزه. ازاي نقدر نظبط ساعتنا البيولوجية لان ساعات النوم بتاعتنا بتبقى قليلة؟ ازاي يبقى بنزود طاقتنا الروحية؟ ازاي اللي بيعملوا فينا الصوم، هذه العبادة وهذا الركن الأساسي من أركان الإسلام الخمس، ازاي نستفيد بهذا الوقت؟ بيسعدني يكون ضيفتي الكريمه في هذه الفقره الدكتوره هند احمد، استشاري نفسي وتربوي. اهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيبه. اهلا وسهلا استاذه منى، سعيده ان انا معاكم، كل سنه وانتم طيبين وحضرتك طيبه وبخير. عايزين يعني وجوده ان احنا نستفيد بيه وما نضيعش كل لحظه فيه، يعني نستفيد بطاقتنا، نستفيد ان احنا نقوي طاقتنا الروحيه والتواصل ما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، نعمل ايه؟ طبعا هو استشعارنا لروحانيات الشهر ودخولنا في العباده ده بيدينا شحن، بيشحن الطاقه ويجيبنا من اول وجديد. جمله صح جدا بدايه، يعني بيشحن كل الطاقات. الصيام في ذاته كصيام يعتبر من الحاجات بتاعه صفاء الذهن والتخلص من الطاقه السلبيه. بنقول الناس تمرينات تنفس، رياضه تامل، الصيام يتفوق على هذا وذاك. هو بيجيبنا من الأول، بيحطنا على التراك اللي احنا نقدر نمشي عليه بعد كده بقية السنة، بيجي في ميعاده كل سنة عشان يشحننا. أكيد أكيد احنا محتاجين برضو، احنا الدنيا وسرعة الحياة بتلهينا على ان احنا نتواصل، نتواد، نتراحم فيما بيننا. الشهر الكريم ازاي نستفيد بيه بان احنا نعيد اواصر الترابط ما بيننا على مستوى الاسر الصغير وعلى مستوى افراد الاسره، خالتي، عمتي، جدتي، جدي، وانقل ده لاولادي. هو طبعا الصيام فرصه هايله ورمضان فرصه للتواصل. الاول انا بتواصل مع نفسي، ده انا بقف مع نفسي وقفه حلوه واشوف الدنيا شكلها ازاي. واحنا في الاسره ده غير التواصل اللي الست بتقعد تبرطم فيه في المطبخ، ده ملناش دعوه بيه، ده مش تواصل مع النفس، ده عتاب للنفس. بنتواصل بقى طبعا مع الاسره، احنا بيجمعنا المواعيد المقدسه بتاعت الفطار والسحور اللي احنا بنتلم فيها ونقعد فيها. احنا بناكل مش عشان ناكل بس، ده احنا بنصنع ذكريات لاولادنا، احنا جزء من تاريخ بعض، بيبقى هو ده يعني الفند اللي ما بننساهوش. والناس صحيح دلوقتي في اللي احنا الوقت اللي احنا فيه الناس بداوا يعتمدوا انهم يبعتوا لبعض رسائل وحاجات زي كده. بقت رسائل كلها اللي هي بتبقى معموله ما فيهاش حميميه، ما فيهاش روح بالظبط. كلام من غير مشاعر. انا لما اكلمك بتعرفي انا حاسه ازاي، انما انا لما ابعت رساله ده كلام بدون مشاعر. واللي يبعت رساله بصورته، طب ليه حضرتك؟ عشان يعرفك انه انا. طيب ماشي، تمام ماشي، مش هعترض. احنا بنتواصل والدنيا بتزيد، بنتواصل مع بعض في الاكل، بنتواصل مع بعض في العباده، بنتواصل مع بعض في الدعاء. كل ده تواصل، ولازم الدايره توسع. احنا مش انا مش عايش لوحدي، هي من فوائد الصيام ومن واجباته واساسياته ان يكون فيها صله رحم. جميل طبعا، بس من حاجات من بعض السلوكيات اللي احيانا الناس بتعمل بتقول ان هو رمضان السبب فيها، يعني زي ما اكون نازله من البيت وحصلت لي مشكله في الشارع، حصلت لي مشكله في عربيتي، مشكله في شغلي، اللهم اني صايم، عارفه اللي هو ايه؟ اللهم اني صايم واسلماء. انت في ايه يا جماعه؟ طب يعني ما انت عشان صايم اقزم غيظك ويعني وتغلب عليه. لكن تلاقي بقى اللي هو تقول ما تخلينيش اتكلم انا، اللهم اني، والعصبيه بقى والنرفزه وقله النكوتين للبعض اللي هو بيدخن. الصيام بيدي للانسان المفروض نوع من المرونه والقدره على التكيف، يعني الواحد يعرف يتصرف كويس مع الناس. الصيام بريء، المشكله فينا احنا اللي دخلنا جسمنا كافيين كتير ونيكوتين كتير وكلنا بطريقه غلط، فلما بنصوم بيجي لنا اعراض انسحاب. هنا الصيام مش هو المشكله وبعدوا عن بابا يا اولاد. المشكله في بابا مش في الصيام. انا اتعاملت مع زي، انا تعاطيت الامر زي، بس كل واحد مسؤول عن كلامه. المشكله في بابا، انا ماليش دعوه، انا ما قلتش حاجه. المشكله في السلوكيات اللي مش مظبوطه. انا خفت اهو، انا حضرتك مروحه تقولي مشكله في بابا. ما اقدرش اقول. ايوه، ما احنا برضو بنحاول نصلح الموضوع. الصيام المفروض ان هو يخلينا من اصول الصيام ضبط النفس.
طبعا، والاراده في ان انا اتحكم وانا صابره على الاكل، صابره يبقى انا خلاص عندي بقى صبره على الطلبات، صابره على كل حاجه. ليه انا انفجرت وجبتها في الحته دي؟ لان انا متعاطيه الحته دي غلط، او في ناس بتعمل لمخها برمجه لغويه عصبيه، انا لما ابقى صايم مش هعرف اشتغل، انا لما ابقى صايم مش هقدر اتعلم. الله ينور عليكي، ده كان هيبقى ده سؤالي، ان احنا بنتكلم ان ناس بتقولك ايه، انا ما اروحش اشتغل اول يوم في رمضان. طب ما احنا كلنا شغالين، ودكتوره منورانا ومشرفانا، وزمايلي كلهم موجودين في استوديو قاعدين كل واحد في مكانه، سواء مديرين تصوير او الاخراج او الاعداد. يعني حكاية ربط ان انا ما اشتغلش اول يوم او اول يومين في رمضان، اصل لسه بطبع. بطبع ايه؟ هو هي عكاوتش بطبع على ايه؟ مش فاهم. والله لو كان ده السؤال ده يبقى سؤال هايل جدا، واسمحي لي حييكي. ربنا يخليك. رمضان ده فرصة ان انا اشتغل اقوى وانتاجية اعلى. الصيام بيزود القدرات العقلية المفروض، فبالتالي الكواليتي بتاعت الشغل هتطلع اجود. نمرة 2، ده الكواليتي. انا بقى كنت باكل في شغلي او بطلع بره عشان ادخن وارجع في وقت مستقطع، مش موجود، يبقى انا عندي الكميه، يبقى الانتاجيه هنا المفروض تزيد اطول. الاهم من هذا، انا صايم، طب ما انا بخلص في العباده عشان الصيام يتقبل، انا هشتغل بضمير. يبقى انا الصيام ممكن يديني التلاتة دول مره واحده. يعني فعلا جوائز كتير، رمضان شهر رمضان الكريم مليان جوائز، بس احنا بنحاول كلنا نفوز باكبر كم موجود فيها. طيب دلوقتي لو انا مثلا عايزة اخصص وقت للمطبخ، احيانا الست المصرية بيطغى اجهادها في المطبخ على باقي واجباتها تجاه هذا الشهر الكريم، مع ان الاكل الاكل له قيمته واحترامه، واحنا مهم جدا لينا واحنا صايمين، بس معدتنا غلبانه، احنا بنبقى صايمين وبنهاجمها بقى، نطلع لها حاجات ونديها. ازاي الست تقدر تعمل التوازن ما بين الاجهادها في شؤون البيت وما بين ان هي تحاول ان هي تستفيد بوقتها في العباده والتسبيح والتهجد؟ ان ازاي تعرف تظبط ده؟ فكرة التوازن أو كلمة التوازن دي كلمة مهمة جدا، إن إحنا عايزين التوازن في كل حاجة. الحياة في عجلة الحياة فيها كل الجوانب، جانب مادي وجانب روحي وجانب أسري وجانب اجتماعي. لو أنا عندي توازن في كل الجوانب هيبقى أنا ماشي على السواء النفسي. لو أنا جانب طاغة على جانب، هو ده اللي اسمه الخلل. طب أنا بقى كست مصرية، طبعا ست المصرية دي أحسن ست، دي شافو يعني فوق دماغنا. ست المصرية دي مالتي تاسك بالظبط، بتعمل كل حاجة، بتعمل كل حاجة علشان تظبط أدائها. هي في نقطتين، النقطة الأولى إن هي عندها هدف، يعني إحنا داخلين رمضان، هي بقى جاية بصراع الأدوار وشايلة على كتافها أحمال وكل حاجة في الدنيا، بس في هدف هي عينها عليه. عشان توصل للهدف ده ويطلع مظبوط لازم تحدد اولوياتها، وده في 4 نقط. النقطه الاولى تقسم كل حاجه في الحياه للاربعه دول. اول حاجه تقول مهم وعاجل، كل الحاجات مهمه اللي هي بتعملها. اول حاجه مهم وعاجل، يعني ايه مهم وعاجل؟ يعني حاجه ليها حيثيه وليها قوه بس لازم تتعمل دلوقتي، زي ميعاد الصلاه، ده مهم، تحضير الفطار ده. في بقى مهم ومش عاجل، يعني حاجة مهمة قوي، أنا هعمل حاجة، هعمل صلة رحم في رمضان بس مش عاجل، مش لازم دلوقتي وأنا بطبخ. في بقى مش مهم ومش عاجل، زي إيه؟ إن أنا أقعد شوية على فيسبوك وأشوف الدنيا، أو فلانة عملت، والفنان الفلاني والفنانة الفلانية، جميل إن أنا بقى أوير، بس مش ملوش وقت معين، في حاجات ليها وقت الموقوت ولا موقوت. واخر واحده اللي هو عاجل ومش مهم، ممكن في عز ما هي بتعمل الموضوع المهم تيجي مكالمه تليفون تقطعها. يبقى لو انا كل حاجه في حياتي حطيتهم في الاربعه بتاعت مهم وعاجل ومهم ومش عاجل، دي اسمها مصفوفه ايزنهاور، هتتظبط الدنيا تماما. احنا عايزين المصفوفه دي ضروري كلنا والله محتاجينها. طب اخيرا عايز اسال حضرتك سؤال دلوقتي، لما الام بتقول لاولادها ابعدوا عن باباكوا اصله صايم، او الاب يروح او الام تبقى منفعله على اولادها، انا مش طايقه نفسي انا صايمه، انا بنقل لهم ايه عن الصيام؟
بنقل لهم ان انا في الصيام، ان الصيام ده هيخليني شخصية مش محببة بالنسبة لي. وما فيش قوة على فكرة. الشخص اللي بيقول كده هو ده نفس الشخص اللي بعد الفطار لما بياكل بيجي له تخمة ما يقدرش يتحرك. هو الصبح مش نافع وبالليل برضو مش نافع. ان انا في الصيام بكون حد ملياش لازمة، او حد ملياش طاقة، حد مش عارف يتعايش. ودي طبعا غلطة كبيرة قوي. دي شماعة احنا علقنا عليها مشاكلنا، علقناها على الصيام. بس الصيام بريء تماما، بريء تماما من الحتة دي خالص. وبنوصل لأولادنا، احنا مفروض ان احنا بنعلمهم ان الصيام ركن اساسي من اركان الاسلام. فانا دلوقتي لما اجي اتكلم على ان انا صايمة ونتيجة الصيام ده فانا منفعلة، انا ممكن اعنفهم، ممكن امد ايدي عليهم، ممكن اعمل اي حاجة، بنقلهم ايه؟ ده مفروض ان انا احببهم في الصيام. صورة مغلوطة عن الصيام، بدلهم تشوهات معرفية. ايوة دي جملة صح، عجبتني، تشوهات معرفية. احنا بنعمل كده في ولادنا بالظبط. انا بنقل لهم حاجة مش واقعية، مش هو ده. احنا ممكن في رمضان نقعد ننام ساعات قليلة، لكن بيبقى عندنا طاقة ونشاط غير عادية بالزبط. بركة هذا الشهر فعلا. ازاي برضو احسن الوقت اللي انا انام فيه يبقى عندي كواليتي، يعني في قيمة وجدوى من الساعة ولا الساعتين اللي هنامهم؟ العبادات عموما والدخول في الروحانيات بيحفز هرمون الاندروفين جوانا. الاندروفين ده لما بيشتغل في دماغنا بيدينا الإحساس بالسعادة واليقظة في نفس الوقت. دي بقى حاجة بتاعت ربنا. مدام أنا دخلت في العبادة من قلبي أنا بقيت كده. أستفيد بالنوم إزاي؟ مش روشتة واحدة، مش كلنا ساعاتنا بتاعت اليقظة اللي نقضي فيها النشاط واحدة. في واحد وهو صايم أحسن، في واحد بعد الفطار وفنجان القهوة أحسن. الكواليتي بتاعتنا نحس بالنوم، أول حاجة لازم أثبت موعد النوم. حتى لو كان عدد قليل. النوم في ضلمه وهدوء، يعني عشان يبقى كواليتي وكوانتيتي. الوقت الصغير احس بقوته، بحس بقيمته. بالظبط. سعدت بالحوار مع حضرتك، وبتمنى لك ان شاء الله شهر كريم ومبارك على حضرتك وعلى الاسره. كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيبه وبخير. انا بشكر ضيفتي الكريمه الدكتوره هند احمد، استشاري نفسي وتربوي. بشكر حضرتك. واعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل معاكم زينه.